السلام عليكم، يعطيك العافية. راح نتابع موضوعنا برضو على الانتربنور وخصائص الانتربنور في عجالة صغيرة. بعدين راح نحكي إن شاء الله عن الـ prospect of failures، وراح نتطرق من هناك للـ sponsorship أو fund grants and how to search for funds and investors. طيب what is an entrepreneur؟ entrepreneur على كل حال الملاحظات هاي والنوتس اللي بتشوفوها انتو هون راح تكون موجودة برضو على الاي ليرنينج، فما تخافوش كل شيء موجود على الاي ليرنينج. طيب الانتربرنور حكينا عنه the one who creates a new business، يعني واحد بلاقي في حاجة بالمجتمع بغطيها، اوكي، وهاي انه يغطيها معناته تكون ربحية، وبالتالي بده ياخذ الريسك انه يصرف من جهده ووقته وماله على هاي الفكرة أو على إنجاح هاي الفكرة. وقد تكون هاي الفكرة as a new product or a new service or a new process، فواحدة من الثلاثة هذول. percentage of startups، حكينا إنه الستارتابس في أمريكا بحدود 100 مليون ستارتاب سنويا، فهذا رقم عالي جدا. الكاركترستيكس اوف انتربرنورز حكيناها محاضرة مش هاي اللي قبل هاي، حكينا شوي عن الكاركترستيكس او المحاضرة رقم 2 على ما اظن. desire for responsibility، اكيد هو responsible، prefer of moderate level of risk eliminator، moderate levels of risk، self reliance confidence اكيد، determination عنده عزيمة واصرار، desire of immediate feedback، high level of energy، future orientation، opportunity، necessity، serial entrepreneur. طبعا هون الـ future orientation حسب الموجود، يعني عندنا 3 configurations for future orientation، اما بتكون opportunity او necessity او serial entrepreneurs، رح نحكي عن كل واحد الان على حدة. skilled and organizing at organizing value achievement over money. طبعا بعضها بتشابه مع اللي اخذناه من قبل، وبعضها it's new characteristics. حكيت لكم كل واحد، يعني لو انتم كل واحد منكم بده يالف كتاب عن خصائص الانتربرنور وشو شخصيات الانتربرنور، ما بنخلص هاي الميزات. الثلاث 3 configurations اللي هي future orientation، شو هن بكونن؟ opportunity entrepreneur starts a business because they spot an opportunity in the marketplace. of course زي على سبيل المثال انا اذا في شغله موجوده او شو بدي اقول لكم شغله، هلا افتح على افتح على السوق.com او افتح على الفيسبوك، عندك بتلاقي في شغلات للبيع وهي بتقول اه والله هاي لو كانت عندي، فبالتالي هذا اللي سواها اول مره شاف انه في فرصه، عمل منها شركه، طلع اول شيء طلع منتج، عمل منه شركه واستغل هاي الفرصه اللي مش موجوده بالمجتمع. الشغله الثانيه اللي هي necessity entrepreneurs start business because they can't find work any other way، يعني هو بالاخر فتح شركه لانه مش ملاقي شغل باي شركه ثانيه يتوظف فيه، ففتح هو his own entrepreneur. مثل مين هاي؟ المثال اللي اعطيكم عليها هاي اللي هو جاك ما تبع علي بابا. جاك ما طبعا حاول يتوظف كثير في شركات والكل رفضه لانه his language does not help him at that time. هلا جاك ما عنده علي بابا وعلي اكسبرس، ف he's good at that. serial entrepreneurs معروف ناس كثير منهم خصوصا بالسيليكون فالي، هذول serial entrepreneurs بيفتحوا بزنس بيكبروه بعدين بيبيعوه، بعدين بيروح على بزنس ثاني بيكبروه بعدين بيبيعوه، وهكذا يعني هم شغالين على هذا البزنس. طبعا انا بحكي لكم لما يبيعوه بيبيعوه مش ب 100,000 و 200,000، بيبيعوه من 3 مليون ل 10 مليون ل 40 مليون، فبالتالي هذول الجماعه that's their niche، that's what they are good at، انه confirming and comprising a new business بعدين بيبيعوا هذا البزنس. ناس عندها هيك طبيعتها. الكاركترز اوف انتربرنورز كمان they have high degree of commitment، التزامهم، tolerance of ambiguity طبعا اكيد عشان يحمي البزنس تبعه، creativity، flexibility،
resourcefulness, bootstrapping. رح ناخذها هلا bootstrapping، وخصوصا لما تاخذ انت لما تكون تبلش في نيو بزنس وما عندكيش انفسترز، فهاي انك لازم يكون عندك bootstrapping، اللي هي is a strategy that involves conserving money and cutting costs during startup so that entrepreneurs can pour every available dollar into their business. هاي هي bootstrapping، يعني اللي انت you are risking your own money وبتحافظ عليها وبدير بالك عليها لانه بدك تحطها بالمجال الصح خلال عملية تكوين الشركة. فهاي bootstrapping، بعض الانتربرنورز they go for investors، بعضهم they don't go for investors. When they don't go for investors they have to have this characteristics، this characteristic اللي هي bootstrapping، انك دير بالك على فلوسك وتحطهم بالمجال الصح خلال عملية الستارت اب وما تتطلع انه يكون في عندك investors، لان يكون عندك investors لها pros and cons رح نيجي لها وناخذها هسه كمان شوي. اوكي، willing to work hard of course، في عندنا urgency، هاي sense of urgency هي اللي بتحدد قديش انت فعلا عندك حب و passion لهالشغلة هاي. tenacity اللي هي الإصرار، determination انك بدك يعني تنجز هذا العمل. فاجت الدراسات وحطتها حطت الليست هاي of qualities of characteristics، وشافت كل characteristic او كل quality قديش له percentage عند الانتربرنور. طبعا هي بتختلف من انتربرنور لاخر، بس انه تكوين الانتربرنورز هم هيك كونوها، يعني هم بتطلع على حالهم بالطريقه هاي. الفيجن رؤيه المستقبل كان لها النصيب الاعلى، والنصيب الاقل او الادنى اللي هي ability to work with teams. طبعا هم لما يكون عندك انتربرنور يعني هو طلع لحاله عشان يشتغل لحاله، فهو ما بيحب يشتغل مع التيم، او انه مش تيم بلاير بكون بالعادة. لكن احنا مجموعاتنا اللي احنا كوناها واللي احنا سويناها we need to work as a team. اوكي، مش بالضرورة يعني هاي لا تقيس كل الانتربرنورز. اوكي، بس على العموم لانه شايفين انها اقل نصيب، يعني فمدام انها اقل نصيب هي اقل characteristics او اقل quality، فthey like to work with teams of course. Relentless customer focus، طبعا هو الانتربرنور ما بتطلع على الكاستمر، يعني ما بتطلع على حاجة الكاستمر، بتطلع انه في حاجة بده يغطيها بغض النظر عن حاجة الكاستمر لهاية او لا. واغلب الفيليرز باي ذا واي هي هاي من هون تيجي. Approach or proactive approach اللي هي انك مدام عندك فيجن عارف شو راح يصير، فبالتالي انت you proact according to the situation that you have. Resilience اللي هو it's the tendency to sustain any damage or sustain any failure, to sustain any drop, sustain any damage that can happen to you. هاي هي resilience. Risk taking، طبعا أكيد you have to be risk taker otherwise you will not be entrepreneur. Innovation، integrity، creativity، passion، vision. هاي الكاركترستيكس تبعنا أطرقين entrepreneurs. ال entrepreneurship، one characteristic of entrepreneur stands out، diversity. Diversity is the core value of your work. It should be the core value of your work. Regardless of age, race, gender, color, national, faith. You have to be a diverse person. Okay. ولما انت تشوف حاجة you need to be a diverse about this or this a product. And when you do the marketing, you do the marketing on a global scale. So you have to have a diversity core in your core, on your value core. So these are some characteristics that we did not mention before. حكينا ان benefits of entrepreneurs حكيناها بالمحاضرة المرة الماضية. Create your own destiny، make a difference، reach your full potential،
وانك تكون المدير نفسك، وانك تكون حكيناها بالمحاضرة هاي. These are the benefits and drawbacks or disadvantage of being entrepreneur. فهاي اللي هي ال benefits. Every day is different working with entrepreneur. There are fewer restrictions. You can still your own. You earn what you are worth as entrepreneur. Entrepreneur can choose to pursue any idea. فهاي كانت ال benefits. خلينا نتابع مع benefits تانيات. طبعا كل هذا اللي بتشوفوه انتو هون it's subjective. It can be debatable. فالقضية ما فيها انه هون في شغلات مش موجودة هناك وهناك في شغلات مش موجودة هون. يعني anyway اي benefit انت بتشوفوه للانتربرنور you can have it. طبعا هاي it's they share the same point. Do what you enjoy and to have fun at it. You have to have passion, you have to have love for the entrepreneur. As an entrepreneur. طبعا هون reach your full potential حكيناها هناك بما يعادلها it, you have to work what you are worth for. بمعنى آخر إذا أنت تعتقد أنك أنت ممكن تعمل أكثر من الشغل اللي أنت كنت تعمله اطلع من الشركة واعمل شغل اللي بدك تعمله أو اللي أنت بتحب تعمله و reach your full potential. That's as simple as that. Drawbacks of entrepreneurship حكيناها المرة الماضية. Uncertainty of income, risk of losing your entire investment. أكيد طبعا هاي long hours and hard work. Lower quality هاي بتأدي للhigh stress by the way. Lower quality of life أكيد لأنك always you are thinking of your business. بتروح لعند أهلك بتزور عيلتك بتزور أي أقاربك بتزور أصحابك دائما مخك شغال حتى وأنت عندهم بس مخك شغال في البزنس هذا عشان تنجحه فبالتالي بيأخذ من وقتك and you lose the balance of life by the way أو quality of life. Anyway sources of stresses for entrepreneurs. فعملوا أجين دراسة شو أكثر فير أكثر فير ممكن كإنتربرنور ممكن تقع فيه. كانت أكثر فير الأعلى نسبة هو losing my business كان هاي أعلى فير عندهم. Repaying personal debt, losing client هاي طبعا الديون اللي عليه. Losing clients خسارة العملاء. Bringing a new business. My health and well-being طبعا مش مطلع على نفسه كثير بس هو the most fear that they are in common with is losing the business. Being on call 24/7 دائما شغال مع الناس. Repaying business debts انه تدفع للآخرين their own debts كان هذا أقل worry that they do. Of course احنا بنحكي عن الولايات المتحدة فهم they don't care about loan that they are taking from the bank or from their friends. بالآخر هي ال source of stress هاي تحتل المرتبة الأكبر. Feeding the entrepreneurial fire. هل أنت عندك entrepreneurship مش راح تقعد ولا راح تهدى إلا إذا بتنجح. أوكي فهاي كيف أنت you are feeding the entrepreneurial fire يعني الفاير اللي جواتك إنك تكبر البزنس how you gonna feed it. فعندنا هون entrepreneurs يعني ممكن أنا أطلع على جيف بيزوس تبع أمازون وأتخذه كموديل إلي. ممكن أطلع على جاك ما وأطلع أخذه كموديل إلي. ممكن أطلع على تسلا إيلون ماسك ممكن أخذه as a role model to me. Entrepreneurial education أنا أخذت يعني عندي role model بس لازم أنا أثقف نفسي بالريادة بعالم الريادة. فهاي أول إشي إنك تثقف نفسك في عالم الريادة.
شغلة ثانية you have to have the will and the passion to do that. طلع على عمر الناس اللي بيعملوا startups في من 24 ل 44 سنة، فبالتالي هذا العمر كله نشاط، هذا العمر كله حيوية. اوكي، ف يعني هاي برضه الانتربرينوريال فاير ما بتيجيش على عمر 80 سنة، بتيجيش على عمر 70 سنة ولا 60 ولا 50، بدها طاقة شباب انها تاخذها وت درايف ات تو ديفرنت ليفل. اوكي، نادر او سمول بيرسنتج ذات يو سي انتربرينور شيب اوف ا مان ات ذا ايج اور ات ليت اوف هيز ايج، فا اولويز ان ايرلي ستيجز اوف ذير لايف ذي استابليش ذا انتربرينور شيب. اذا العمر، حكينا العمر والتعليم له دور كبير، النشاط له دور كبير. شيفت اوف سيرفيس، شيفت تو ا سيرفيس ايكونومي، انك تعمل انتربرينور شيب في ا نيو برودكت صعبه شويه، بس تعمل انتربرينور شيب في سيرفيس اوكي هاي اسهل عليك. مثل ايش؟ مثلا على سبيل المثال زي تبيع وتشتري اونلاين، اوكي، او تعمل كوتشنج اونلاين، او تعمل ميديسن اونلاين، او تعمل كونسلتيشن اونلاين، فهاي as a service it's easier for you، وعندك يعني low cost or low startup cost لما تعمل service. ففكروا فيها لما انتوا تحطوا نظام الشركات، انه بدل ما انا اعمل منتج والمنتج هذا ممكن يفشل لانه مش كل الناس راح تشتريه، فبالمقابل في شركة ثانية راح تطلع as a service economy وراح تعمل بس تقدم سيرفيس وتاخذ مصاري وفلوس اعلى مني. على سبيل المثال اذا انا بدي اعمل سيرفيس، طبعا عندكم افكار حلوه كثير قراتها انا للشغلات السيرفيس، مش راح احكيها، بس على العموم الافكار المقدمه من عندكم بالنسبه للسيرفيس بعضها رائع جدا، فهاي I'm sure it's gonna pick up quickly on demand. على سبيل المثال طلبات على سبيل المثال it's a service entrepreneurship. اوكي، طيب كمان برضو في عندنا مثال ثاني عن اللو ستارت اب كوست اللي هو اي فواتيركم، شو الكوست اللي اخذتها اي فواتيركم يعني في بدايه الامر؟ ولا شيء. ونفس الشيء في عندنا 60 بليون دولار ابلكيشن اللي هو اوبر. اوبر بالبداية is just an application، فهو ممكن احنا بالسيرفيس هاي برضو نطلع ب entrepreneurship idea that is really skyrocketing ومردودها او return of investment تبعها عالي. ففكروا فيها هاي برضو كمان، يعني افكار تطلع حلوة من الـ السيرفيس هاي. نتابع مع بعض الانتربرينوريال فاير. الانتربرينوريال فاير نتيجة انه في عندنا تكنولوجي ادفانسمنت. زمان كان عندنا ديسكتوب، هلا عندنا لابتوب، وعندنا سيرفيس تاب، وعندنا تاب، وعندنا ايباد، فهاي التكنولوجي برضو ساعدتنا دائما نضلنا على تواصل مع الكاستمر، على تواصل مع البزنس تبعنا، ونعرف the latest advancement. بدي اربط كمان هاي مع تكنولوجي، مع كلاود كومبيوتينج اوكي، وعالم الانترنت والموبايل ماركتينج. يعني لو شفتوا انتوا الموديل تبع امازون، الموديل تبع امازون سهل. في انا عندي منتج وانت الشاري، والامازون وسيط بيناتنا، فهاي البزنس موديل ما بكلفش اشي. ويت جيف بيزوس من أغنياء العالم، يعني من أغنى أغنياء العالم. ففكروا بأشياء زي هيك إنها تكون سيرفيس، بدهاش لو كوست انفستمنت أو لو كوست ستارت اب انفستمنت، وبدهاش تو ماتش سكيل. يعني أنتوا هلا بدراستكم الجامعية، إذا واحد منكم بيطلع بفكرة وهاي الفكرة بنميها، أو المجموعة كاملة بتنميها وبعدين بتصير good business، why not؟ يعني this could be after your graduation project وخلاص.
You don't have to work with others or for others. ننتبه للنقاط هاي. بس عشان نعزز الفكرة إنه السيرفيس يعني الانتربرنورشيب it could be service, product or process. فشوفوا السيرفيس هاي بس باليو اس اونلي اونلاين ريتيل سيلز، يعني هاي المشتريات والمبيعات بس الاونلاين. لما نحكي ريتيلز يعني انا ببيع وبشتري منتج مش ستوك ماركت، ستوك ماركت شيء ثاني. فاونلاين ريتيلز ب 2017 كان 370 مليار دولار، 370 مليار دولار تخيلوا. يعني هسا احنا جايين على بلاك فرايداي، هلا راح تشوف بلاك فرايداي قديش في حجم مبيعات هائل. بلاش عندك انت ثانكس جيفينج، ثانكس جيفينج برضه بحجم مبيعات هائل. بنهايه السنه في عندك انت برضه كريسماس، برضه حجم مبيعات هائل، حدث ولا حرج. وبعد الكريسماس في عندك نيو يير، فدائما قائمين على السيزونز، والسيزون هاي او السيزونز حجم المبيعات بتوصل من 600 ل 700 مليار دولار حجم المبيعات بهالفتره هاي. ف وكله اونلاين، وكله اونلاين، فبالتالي في سوق لهاي الافكار موجود. وليش ما يكون موجود؟ اكيد موجود، بس انت لازم تعرف وين النتش تبعتك وتحاول تغطي هالنتش هاي، لانه كل العالم عم بدور على هالنتش هاي. فبالتالي يعني اكيد انه الافكار كثيره ولازم اذا عندنا فكره نطبقها. هلا بس باختصار نعيد اللي اخذناه من اول، entrepreneurs as heroes that's how the people look at them. عندك رول مودلز، حكيت لكم جيف بيزوس، جاك ما، إيلون ماسك، أينشتاين، نيوتن، فاراداي، كلهم هذول كانوا إيش؟ برضو هيروز زمانهم وزمان الحالي. هلا entrepreneurial education, demographic and economic factor, shift to service economy, technology advancement, independent lifestyle. طبعا التكنولوجي ادفانسمنت بدي احطها مع كلاود كومبيوتنج وموبايل ماركتنج، واخر شيء انترناشونال اوبورتونيتيز. ما تضلكوا فقط تطلع على الامور من ناحيه السوق الاردني، لا انتم في عندكم سوق عالمي نطلع عليه، وهاي الاوبورتونيتيز يعني بتفيدنا وبتفيد غيرنا، واي نوت. ف دائما keeps your hopes up، ودائما في امل وفي تفاؤل ان شاء الله. والأفكار اللي موجودة طرحت بعضها أفكار رائعة جدا جدا جدا. أنا بتابع شايف الأفكار في الـ Ideas Bank وبعضها سوبر هائل. Carry on guys. طيب نيجي على الـ Aspects and Prospects of Failure. Prospect of Failure، طبعا هي المحاضرة الرابعة، والماتيريال هاي راح تنزل على النت اكيد. راح نحكي فيها عن انه حتى لو يعني اللي هي نتناول فيها روح الفشل، اوكي، من ناحية ايجابية مش من ناحية سلبية اكيد. هاي المحاضرة الرابعة نكمل معنا. طبعا هاي الماتيريال كلها انا عم بجمعها في فايل واحد، بس هذا الفايل عم بكبر فيه كل محاضرة محاضرة، وراح انزلكم اياه كله على الاي ليرنينج مرة واحدة. اوكي، هلا prospect of failure. نيك وودمان، هذا نيك وودمان هو مؤسس الجو برو. جو برو هاي اللي هي الكاميرات اللي بتحطها على الهلمت وبتمشي فيها، او بتحطها على الطيارة بتمشي فيها. فهاي الجو برو هذا هو المنتج تبعه. فنيك وودمان بيحكي انه I was so scared that I would fail again that I was totally committed to succeed. اوكي، كان خايف جدا من فشل المنتج هذا اللي هو جو برو، بس بالاخر هي launched it وكسب طبعا كثير من وراه. المنتج هذا هو عبارة عن كاميرا فقط، لا اكثر ولا اقل. حطيت لكم هون ملاحظة بالسطر الأحمر،
مش غلط انك تكون خايف من البزنس تبعك، الخوف هذا بمحله اصلا، الخوف هو اشي طبيعي بصير معك، بس لازم تحاول انك تطلع من هالقوقعة تبعتك وتعمل اشي مفيد. اوكي، you have to move out of your comfort zone, you have to step out, step aside and outside, and that's what distance you apart from others. ف that's what distance you apart from others. بنهاية الأمر إن شاء الله يعني طبعا إحنا شوفوا النجاح مش مصعد كهربائي، النجاح هو سلم، يعني لازم تطلع أول شيء على الدرجة الأولى، بعدين الدرجة الثانية، بعدين الدرجة الثالثة، ولازم نحن وإحنا طالعين على الدرجة نخاف من السقوط، نخاف من إنه واحد يدفعنا، نخاف من هبة هوا تجينا، فشوي شوي لازم نطلع الدرج، وشوي شوي لازم نكون حريصين، فهذا له تبعات أكيد، يعني له مخاوفه وله تبعاته، بس شو الجول تبعنا؟ إنه نطلع السلم، أوكي، نطلع الدرج لفوق، أكيد لازم نصل للجول تبعنا. هلا the following strategies should help you to get your fear of failure under control. كل لانه اصلا في عندنا خوف، عم نبني هالمؤسسه الجديده، عم نبني هالشركه الجديده، مش عارفين الانسرتينيتي تبعتها كثير عاليه، ومش قادرين نعرف انه ماشيين على الشيء الصح ولا لا، فهذا الخوف ما لازم يسيطر عليك، ما لازم يكون هو الغالب. كيف نسيطر عليه؟ بانه اول نقطه اللي هي think of unknowns of your business as experiments. يعني في عندنا راح اشياء تمر لعندنا، اشياء تمر علينا خلال الانتربرنور شيب، فهاي انا بدي اعتبرها كل شيء اكسبيرمنت بالنسبه لي، تجربه. طبعا راح تمر عليكم الكورس هذا، وراح يمر عليكم انك تكون مجموعه وشركات، يا ترى لو اخذت الكورس هذا مره ثانيه، لو قلت لك واخذت الكورس هذا مره ثانيه بتكون خايف منه؟ اكيد لا. هلا انتم فتوا على التوجيهي وطلعتوا منه واجيتوا على الجامعة، عرفتوا مصائب التوجيهي، عرفتوا نقاط الضعف، عرفتوا نقاط القوة، فبالتالي مش راح يكون عندك خوف انك تخوض التجربة هاي مرة ثانية. اوكي، فهاي هي اللي هي think of unknowns of your business as experiments، تجارب مريتها وتعلمت منها. النقطة الثانية instead of expecting one possible outcome expect to be surprised. For example, if you think about developing a new product, expect that your customer will want you to modify it before you make it to the market. بمعنى انا عم بتوقع نتائج معينه لمنتج، لازم اتوقع نتائج مختلفه، بمعنى لازم يكون عندي فيجن، رؤيه بالمستقبل، شو المشاكل اللي ممكن تواجهني، شو التحديات اللي ممكن تواجهني، شو اللي راح يطلع معاي. اوكي، هل راح يطلع معاي نفس البرودكت اللي انا كنت مخطط له، ولا الكاستمر راح will drive me and sway me away from what I was planning to، لانه بنهايه الامر انا بدي الكاستمر اللي يشتري المنتج، فاحيانا بكون الفيدباك من الكاستمر it's totally different from what you initiated from what you created in the first place. فهاي بتكون it's a challenge. النقطة الثالثة expect a variety of challenges but think positively. طبعا الإيجابية الإيجابية الإيجابية، لازم نفكر بطريقة إيجابية. يعني أنا بصحى الصبح على سبيل المثال متنكد وزعلان وحالتي حالة، بطريقة واحدة ممكن أعمل سويتش للمود تبعي وأفكر بطريقة إيجابية، ف بينتهي المود كله ايجابي. يعني بمعنى اخر مش دائما احنا سعداء ومش دائما زعلانين نفس الوقت، بس بالوقت اللي انت تكون زعلان فيه حاول تفكر بالشيء الايجابي. اوكي، حاول تفكر بالشيء الايجابي اللي راح تعمله، اللي راح تقراه، اللي راح تتعامل معه اليوم، فبالتالي بيختلف نظرتك للحياه، بيختلف نظرتك لانه لحتى تقود الانتربرنورشيب. هلا تخيلوا انت الانتربرنورشيب اهم دروباك فيها، اهم ديس ادفانتج فيها،
اللي هي الهاي ستريس. You can't live in a negative way with a high stress. This is too much for you. Okay? You always have to have balance. يعني مش بكفي الستريس كمان برضو لازم تفكر بسلبية. مش معقول. It's too much. فلازم تفكر بإيجابية لأنه you need to face the challenges. You need to be able to participate and engage with the clients. You need to listen to your customers. There's a lot to deal with when you deal with entrepreneurship. But think positively will ease your way through, and you can mingle around the system to win an offer and a contract, customer, by just thinking positively. النقطة الأخيرة, do not exaggerate a setback. هلا everyone can fail, أكيد. ما فيش مشكلة بالفيلير, ما في مشكلة إنك تفشل, بس لا تظلك عند النقطة هاي. يعني لا تظلك تلوم بنفسك, تجلد بذاتك إنه فشلت, خلاص فشلت, مش رحت, مش هاي مش إلي. مش هيك الحياة. أوكي, بتذكر أنا لما نشرت أول بيبر إلي إجا المشرف لعندي والبيبر ارتفضت. أوكي, فالمشرف تبعي بده هون علي, فقال لي شغل لحد الآن بتذكرها, بقول لي في نوعين من الناس. There are two types of people. People quit and we call them quitters. And people who refuse, they get up, they dust up and move forward. فهو جهل السؤال مباشرة, بقول لي I'm not a quitter, what makes you? And again, I'm going to ask you the same question. I'm not a quitter. What makes you? Do not quit. Do not give up. You have a lot to learn. Okay? We cannot exaggerate. مش لازم نبالغ إذا فشلنا. مش لازم نجلد حالنا بالطريقة هاي. نيجي للموضوع الثاني, اللي failure does not crush successful entrepreneurs. أكيد. هلا نيجي على الأمثلة هاي اللي أنا حاطط لكم إياها, اللي هي سوني وكي إف سي وتويتر. سوني على سبيل المثال كانوا بدهم يصنعوا آلة for cooking burned rice. أوكي, كانوا بدهم يصنعوا آلة إنها تطبخ الرز المحروق, فطلعوا بآلة ثانية أو نفس الآلة طلعت إنها بتطبخ الرز, فرايس كوكر, فغيروا المنتج تماما. يعني على سبيل المثال هاي وين بتصير؟ عند الصيادلة. الصيادلة تلاقيهم عاملين منتج أو دواء معين بيعالج مرض معين, بتفاجأوا إنه رح يعالج مرض ثاني, فبينتقلوا من المرض الأولاني للمرض الثاني, لأن المرض الثاني شريحته بالمجتمع أكبر. فهي بتصير معهم كثير. وهاي مثال ثاني, عندنا سوني كان بدهم يعملوا كوكينج بيرند رايس, طلعوا منتج اسمه رايس كوكر. KFC اللي هو صاحبها كولونيل ساندرز عن عمر 65 سنة, تخيلوا الريسبي تاعته عرضها على 1000 ريستورانت, على 1000 ريستورانت, وما حدا قبلها. بالآخر عمل إشي اسمه كنتاكي فرايد تشيكن, وصار المنتج تبعه بالعالم كله at the age of 65. At the age of 65. And this is awesome and outstanding. صحيح. إيفان ويليامز, النقطة الثالثة, كان بزنس اسمه أوديو, وهذا البزنس كان عبارة عن ساوند تراك, وأبل طلعت آي تيون فحرقت الأوديو كامل. فهو من هون عمل كوفاوندر از تويتر اللي هو المسجنج. فشوفوا كان البزنس تبعه بالأوديو وما استسلم, لا بالعكس حول البزنس تبعه لتشاتينج او مسجنج سيرفيسز. ف يو نيفر نو وير ات اندز. النقطه الاخيره, مارك كوبن, هي فيلد ان ماني ثينجز. شوفوا جرب اشياء كثيره وهو بليونير. فشو بيحكي؟ بيحكي I have learned that it doesn't matter how many times you failed, you only have to be right once. صحيح, لأنه بالمرة هاي الوحيدة اللي هو كان فيها على حق أو محق, أو إنه الانتربرنور شيب تبعته ربحت,
جابت لهم مش ملايين، مليارات. صحيح you have to only write for once. يعني أنا على سبيل المثال السنة الماضية قدمت 42 proposal. أوكي، من 42 proposal اثنين ربحتهن فقط أو اثنين إجلي. ف I have to do my best. أوكي، never sleep, never rest, never relax. تقدم اللي عليك وبتنتظر بالنتائج. هذا كل اللي تقدر تساويه. أوكي، فالفشل مش لازم يكون ذريعة إليك إنك تستسلم و give up the whole thing. لا بالعكس، ولازم يكون motivation و driving motivation. مدام إنك أنت بتؤمن بفكرة معينة راح تجيك الفكرة هاي. أوكي، راح يجيك الدعم للفكرة هاي. بس إن الناس بدأت تشوف منك الإصرار determination and you can convince them with your idea. You need to convince them with your idea. وهاي كمان شوفوا، هاي كمان برضو it's a dilemma. إنك how to convince investor or people to be your partners and to risk their money for you. فهاي it's a challenge. We will inshallah discuss it in the next few slides. أو مش بالمحاضرة هاي، المحاضرة الجاية. طيب to solve a real problems عندنا ممكن أنت you come up with a good product بس بنهاية الأمر يفشل. ليش؟ لأنه الناس مش مهتمة فيه. أخذنا إحنا ثلاث عوامل الفشل، منهم المنتج، منهم اللانش، منهم بريمس اللي هي آخر واحدة، وكان النسبة الأكبر للفشل اللي هو due to premise، لأنه الناس صراحة مش مهتمة بالمنتج تبعك حتى لو كان منتج فضائي ومنتج خرافي، بس بنهاية الأمر الناس مش مهتمة فيه. فهاي برضو كمان لازم انت تعالجها، ولازم تشوف شو مشاكلها وشو حلولها. طبعا كل entrepreneurship، كل فكرة من أفكاركم انتو الآن راح تقدمون إياها راح تلاقي هاي المشكلة. ليش؟ لازم الكاستمر يكون مهتم بالبرودكت تبعتك. لماذا؟ بده يقدم لي إنه انا المنتج، انا الكاستمر اللي راح استخدم المنتج تبعك، فبدك تحكي لي تقنعني انه المنتج تبعك راح يخدم مصالحي. ف it's a challenge for you. نيجي طبعا حطيت لكم هاي باللون الاحمر لانه راح تسووها تاسك خلال مشروعكم. هذا التاسك اللي هي how to get the customer are willing to pay for your project, for your entrepreneurship, for your product, for your service, for your process. كيف راح تخلي هالكاستمرز هذولا منجذبين إليك؟ فباللون الأحمر هاي التاسك المطلوبة منك خلال ال انشاء الشركة تبعتك. يعني واحدة من التاسكات تاعت انشاء الشركة انك لازم تعمل سيرفي، والسيرفي هاي اللي هي يودا سيرفي. يودا اختصار ل your own data. ف you need to make your survey that shows انه الكاستمر مهتم بالبرودكت تبعتك. اوكي، هلا ممكن صاحبك يجي عليك والله يقول لك المنتج تبعك تمام كويس ممتاز، بس مش هاي الداتا الحقيقية. ما تروح على صاحبك، صاحبك راح يدعمك ممتاز and he will not let you fail. بس بنهاية الأمر صاحبك مش هو الوحيد اللي حيشتري، انت حتبيع لقطاع كبير من الناس، فبالتالي بحاجة انك تستمزج آرائهم. هاي طريقة السيرفي وعمل هاي الاستمارة وعمل هاي الداتا بدها فن. اوكي، فانتو الجروب تبعتكم من 5 أشخاص، فبالتالي بدك تعمل هاي واحد منكو أو مجموعة منكو راح تعمل هاي الاستمارة وراح توزعها على الناس الثانية، والناس الثانيين اللي هم الطلاب تعين الفصل. اوكي، بنهاية الامر this is your customer. لازم تقنعهم انه المنتج تبعي كويس، فبتحط لهم سيرفي ويعبوا اسئلة ويجابوها وتستمزج ارائهم. طيب هلا بالنسبة لليودا سيرفي، we need to develop a clear understanding of who is your customer.
مين الكاستمر الحقيقي تبعك. النقطة الثانية involve your customer from day one، لازم تشرك الكاستمر تبعك بالمنتج أو بالسيرفيس أو بالبروسيس من day number one. Okay. We need to create نقطة ثالثة create a mock-up or present them to your customer. هاي بسميها مش mock-ups، يعني نسخ تجريبية. مش البروتوتايب، لا مش الموكب، مش البروتوتايب. البروتوتايب بيكون fully functional product. انا بسميها pre prototype، اللي هي قبل البروتوتايب تعمل منتج لسه كمان very primitive very basic. اوكي، سواء كان هذا المنتج سوفت وير او هذا المنتج فعلا منتج حقيقي يلمس باليد، بتعمل منه بريتوتايب. هذا البريتوتايب اللي هو مش البروتوتايب، بريتوتايب بكون عبارة عن نسخة بدائية تجريبية، بتشوف تستمزج رأي الجروب اللي عندك. على سبيل المثال في بعضكم حيصنع لي مسبار فضائي أو 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 دريل. أوكي، هل فعلا بنقدر نصنع دريل؟ لا. فانت اذا صنعت شكل خارجي للدريل طريقه حلوه طريقه ذكيه ممكن وتعرضه على الاخرين ممكن بلشوا يتفاعلوا معك. فهاي هي create mockups او create prototype. النقطه الرابعه اللي هي make adjustment. طبعا الكاستمر حيعطيك فيدباك، فانت خذ الفيدباك هاي و make your adjustment. Only build what is necessary to get the next step. هاي نقطة قبل الأخيرة. طبعا خلال أنا قرأت الأفكار تبعتكم وحكيتوا لي عن applications وحكيتوا لي عن التليفونات وحكيتوا لي عن استخدام التكنولوجي، أنا شو اللي بحكي لكم إياه؟ اعمل المنتج as a basic. أوكي، فالبيزك هو it's what is necessary to get to the next step. يعني انت بيع البيزكس ولما تجيك فلوس تروح على النقطه الثانيه، بتروح تعمل ديفلوبمنت، بس ما تعملوا fully operational fully developed product. شوي شوي هدو، اعمل البرودكت وبعدين ودي بعدين ارجعوا اعمل له modifications، شوف الكاستمر كيف بيستخدمه، شو مشاكله مع الكاستمر، بعدين ارجع طوره وعدله واعمله fully operational fully developed، ما في مشكلة. وآخر نقطة اللي هي pre-sell. Most companies they never do this and they fail because of it. هاي هي pre-sell اللي هي ما تعمل fully operational fully developed مبيعات، لا اعمل مبيعات خفيفة لطيفة واستمزج آراء الناس. أوكي، استمزج الكاستمرز شو رأيهم بهالمنتج هذا. فهاي نقطة قوية جدا إنه تعمل بريسل، تعمل بريتوتايب، شغلات زي هيك. Successful entrepreneurs don't live and die by investors. هلا مين بيكره يكون معه بالentrepreneurship واحد مستثمر؟ ما حدا بيكره، بس شو مشكلة المستثمر؟ انه بيجي بيعطيك فلوس بتوقع يجي فلوس اعلى منهن اكثر منهن بوقت قصير جدا. هاي مشكلة المستثمر. بتحاول تفهمه انه مش هيك العملية، فهو مش مهتم، فهو بردش، فبصير انت وياه بين جذب وشد، على اساس انه بدك تمشي انت امورك، وبنفس الوقت بدك واحد يساعدك على على الحمل المالي والعبء المالي اللي راح يكون موجود. مشكلة المستثمرين راح نجيهم بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. هلا في عندك angels وفي عندك venture capitals وفي عندك كذا، بس تذكر بأول محاضرة حكيت لكم bootstrap اللي هو شد حذائك بمعنى آخر، اللي هي إذا حاولت أنت إذا قدرت تحاول أو إذا قدرت تعمل entrepreneurship من كل فلوسك وتحاول يعني تناور بهالentrepreneurship في خضم التنافسية الموجودة برا من غير ما تروح لانفسترز، بتكون انت you're good، بتكون انت ياي.
فإذا قدرت تحاول زي هيك، ما قدرتش طبعا أنا يعني معذور إذا ما قدرتش، لأنه الضغوطات كبيرة عليك، بس بنهاية الأمر أنت you need to ال investors ممكن يعمل لك level up for your entrepreneurship from level to a second and higher and way higher level than you expected. يعني two to three times ممكن يعمل لك level up your entrepreneurship. ترفضه؟ لا ما ترفضهوش، بس you need to dictate your own system. You need to dictate your own rules. You need to own the whole thing. Okay. فصراع بينك وبين الانفسترز هاي علاقة is it's a mutual risky but beneficial. إلها drawbacks، إلها disadvantages، رح نتعرف عليها المحاضرة القادمة إن شاء الله. وبهذا بدي أختم معكم هذا الدرس إن شاء الله، وأراكم في الدرس القادم إن شاء الله. عن برضو نكمل مع الفيليرز، بس الدرس القادم راح نبلش بالانفسترز ومشاكلهم، وبعدين راح نروح على نكمل باقي موضوع الفيلير. يعطيكم العافية ويسعد أوقاتكم بكل خير.